في لحظه على طول هو بيجيب فيه الجون وبتسخن عليه، فبتفكر نفسك انك ند ليه تطلع تحاول يروح مديك التاني، يقول لك حاسب يا صاحبي انت مش قدي، هو فرقه سعرانه ما عندش ما... يا باي لا محوق فيهم حسد ولا زفت. يعني افرح افرح يا حبيبي، هجمات مرتده فشيخه بيعملها نادي الاتحاد، نظام وسرعه وقوه وشراسه، وربنا يسامحني على الكذب اللي بكذبه. ربع نهائي كاس اسيا ما بين الهلال والاتحاد، بعد ما شفنا امبارح هزيمه النصر من العين الاماراتي 1-0، والاداء المهزوز اللي بيقدمه نادي النصر في الفتره الاخيره، تعادل 4-4 مع الحزم والفرق اللي بيزيد مع الهلال، والهزيمه من العين الاماراتي، جايين النهارده نتفرج على الهلال، وغالبا كده راح اكمل بقيه ماتشات الهلال في الموسم، سواء بقى في اسيا ولا في الدوري ولا في الكاس ولا في اي حاجه، لان ده فريق سكته سالكه وجمهوره رايق والدنيا جميله. فقدامنا لحد اخر الموسم حل من اتنين، يا قرينا عليهم وجبناهم الارض وضيعنا عليهم اي حاجه من الحاجات، يا لهوي كان هيسجلوا الاول على طول يا باشا، ما بيهزروش. 5 دقايق ضغط هلالي على فريق الاتحاد وعادي كانه استكمال الماتش اللي خلص 3-1 من قيمه كام يوم، وشكله كمان بيطالب بضربه جزاء، وربنا يستر ربنا، شكله هيحسبها ضربه جزاء. قدامنا حل من اتنين لحد اخر الموسم، يا قرينا عليهم وجبناهم الارض وضيعنا منهم اي حاجه من الحاجات اللي هم كده كده هياخدوها كلها، وخدوا موسم الرياض والدنيا حايسه معاهم، يا اما انتهى يا لهوي هيديله ضربه جزاء، لا لعب على الكوره مش هيديك حاجه يا سالي، يا اما جبنا في اخر الموسم تيشيرت الهلال وانضمينا لكتيبه مشجعي الهلال عشان خاطر يعني احنا عايزين نفرح يا جماعه. ف احنا مش جايين نحسد، احنا جايين نقر بس، قلت لك انا مش جاي احسد، انا جاي اقر بس. سالم الدوسري شكله اتصاب، انا مش فرحان في سالم، اقسم بالله انا بحب سالم الدوسري جدا وبشجعه من زمان، لكن الهلال يا جماعه لازم يتغلب، لازم يطلع من البطوله، عشان لو النصر كسب وعدى العين هيبقى ماتش صعب قوي بالنسبه للنصر قصاد الهلال. فسالم الدوسري مسك ركبته، ولو خرج سالم فريق الهلال هيخسر قوه كبيره جدا 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 اللي هو سالم الدوسري. فيا جماعه يعني سالم اتصاب، انا مش جاي احسدكم، انا جاي اقر بس. يا جماعه الخير، هو اللي بيكتب السيناريو بتاع الماتش بتاع الهلال والاتحاد ده ما بيغيروش، هو كل السيناريوهات نفس القصه كده، لازم الهلال يبدا ضاغط، الاتحاد يضغط عليه وياخد منه الكوره ويروح جاي يلعب على الهجمات المرتده، يشكل خطوره، يعمل شوط اولاني جميل، يسجل كمان هدف ويبقى اخطر على الهلال، وفي الاخر خالص يخسر ويتفشخ في الشوط الثاني. هو اللي بيكتب السيناريو ده ما بيغيروش، هو الهلال دايما مش هيبطل يدي الامل للمنافسين. وبعدين سالم الدوسري يبدو انه يعاني وسيعاني الهلال في حال خروج سالم الدوسري، اقسم بالله يا بخت جمهور الهلال وفريق الهلال بسالم الدوسري، الراجل مصاب ومش قادر وبيزك وباين عليه ان هو جاي على نفسه ومش قادر وكورته متاخره شويتين، الا انه خطير برضه، يعني موضوع غريب جدا يا جدعان، الراجل برضه يعني مصاب ومش قادر وخطير بيعدي وقواره تقيل شويتين مش قادر من الاصابه وخايف على نفسه لا يطلع من الماتش، بس احسن من ناس ثانيه في عز مستواها. عم سالم يا سالم يا جامد يا سالم يا حلاوتك يا سالم، احنا جايين نقر يا سالم مش جايين نشكر فيك. فايه يا جماعه الهلال الجامد ده؟ ايه سالم الجامد جدا ده؟ ضربه جزاء للهلال يا جماعه، ضربه جزاء للهلال. لسه كنت عايز اقول لك ان متروفيتش النهارده مش في الفورمه وان مستواه مش زي ما احنا متعودين، جاب ضربه جزاء. انا مش عارف، ولازم كل مره اخر الشوط الاولاني لازم، هو الاتحاد ما سجلش يعني ما عملش اللي هو بيعمله كل مره ان هو يسجل جون، بس الهلال قعدته مش هتتقطع، يعني اللي هو ربنا ما يتعلم قعدها، اما سجل ضربه جزاء لازم الهلال يسجل في اخر الشوط، ملوش علاقه بقى اذا كان الاتحاد سجل ولا لا. ضربه جزاء لنادي الهلال في الوقت اللي كان الهلال يعني المفروض ان هو مش اخطر حاجه ومش جامد قوي زي الاتحاد، ضربه جزاء للاتحاد للهلال وفرصه تسجيل الهدف الاول، واكيد هتخش طبعا، اكيد ضربه الجزاء هتخش طبعا، ما بيضيعوش دول ما بيضيعوش، مين اللي هيشوط؟ يشوط متروفيتش، يشوط سافيتش، يشوط سالم الدوسري، يشوط سلمان الفرج، حد بيضيع؟ شوط حارس المرمى ما بيضيعوش ما بيضيعوش. نتفرج على الجول الاول للهلال، خش يا عم مترو، خش يا حبيب قلبي، خش وسجل يا بابا، جول جول ما بيضيعش في الدقيقه 39 عشان يرد على سجل. هم دول بيضيعوا يا عمي، هم دول بيخسروا، هم دول
ولا بيحوق معاهم حسد ولا بيحوق معاهم قر ولا بيحوق معاهم حاجه. سكينه وسالكه يا معلم، هحط السكينه في التورته وسالكه سالكه. ما بيهزروش دول، فرقه ما بتخسرش. نعمل امك ايه يا اخي يا اخي يا اخي، تعبت من حسدتكوا، عملت كل حاجه مش عارف. في نفس الدقيقه اللي سجل فيها اسمه ايه صالح، اسمه ايه حتى هو نسيت اسمه، الماتش اللي فات بتاع برضو 3-1 جابوا الجون بتاعهم في الدقيقه بتاع دوت 39، فميتروفيتش قال له اهو في الدقيقه 39 برضو زيك، عشان خاطر احنا مهاجمين زي بعضينا. حاجه خرب، ما بيخسروش ما بيخسروش. ما هي لما بتفتح بتفتح خلاص. اتشقلب يا سالم، اقلب يا سالم، افرح يا سالم، اتغندر يا سالم، طلع الام يا سالم، شلني يا سالم انت وزمايلك يا سالم. يا جماعه حرام يا جماعه، سيبوهم يطلعوا 1-0. يعني انتوا لو سبتوهم يطلعوا 1-0 هتتشلوا؟ هيقولوا اللي ما جابوش اتنين هم. يا جماعه يا جمهور الاتحاد، خلوا فرقتكم تمشي، ما تلعبوش الماتش الجاي، ما تلعبوش الماتش الجاي والله حرام. هتتغلبوا 3 ماتشات فيعني 3 كده هيبقوا 4، هتتغلبوا 4 ماتشات في 4 مقابلات في الموسم يعني. لا واتغلبتوا، خلي بالك انا افتكرت لكم انكم اتغلبتوا منهم برضه في البطوله العربيه في اول الموسم، يعني ده حاجه مسخره قوي يا جماعه. سالم الدوسري يسجل تاني الاهداف يا جماعه، سالم الدوسري اللي كنت لسه بقول لك مصاب وبيلعب غصب عنه ومش عارف ايه، ما بيهموش حاجه. ها حط يا عم سالم 2-0 قبل نهايه الشوط الاول، في لحظه على طول هو بيجيب فيه الجون وبتسخن عليه، فبتفكر نفسك انك ند ليه تطلع تحاول يروح مديك التاني، يقول لك حاسب يا صاحبي انت مش قدي، هو فرقه سعرانه ما عندش ما... يا باي لا محوق فيهم حسد ولا زفت. يعني افرح افرح يا حبيبي، افرح يا حبيبي. يعني حتى لو النصر صعد من العين في الماتش الصعب اللي هيلعبه ضده، هيقابل الحوت الغول ابن 60 في 70 ده. اتشقلب يا حبيبي، 2-0 يا جماعه. طيب يا جماعه، صفر الحكم رسميا نهايه الشوط الاول ما بين الاتحاد والهلال في ربع نهائي كاس اسيا بتقدم الهلال 2-0 في الشوط اللي ما كانش متفوق فيه الهلال منذ بدايه الشوط، خرج 2-0. الشوط اللي كان متكافئ ما بين الهلال والاتحاد خلص 2-0 للهلال، الفريق اللي ما بيجليش ما بيهزرش ما بيضيعش وقت، ما عندوش يعني ايه السنه دي ما عندوش حاجه يعملها غير التتويج بالبطولات. بعد ما غلب الاتحاد اول مره في البطوله العربيه، غلبه في الدوري مرتين رايح جاي 4-3 و3-1، وجاي عشان يعلم عليه في ربع نهائي كاس اسيا ويغلبه برده رايح جاي، فغلبه يعني كسبان لغايه دلوقتي 2-0. ربنا يستر على الشوط الثاني. قال وانا بقى جاي ايه بقى، جاي اشجع الاتحاد عشان لما يكسب والنصر يكسب العين، يوم الاتحاد يلاعب النصر فالنصر يبقى بالنسبه له الاتحاد. يا نهار اسود، الهلال في النهائي، الهلال ما بيخسرش ما بيجليش ما بيهزرش، الاتحاد يا عيني حاول، لكن قدامه غول. لما راح ربنا كرمه وجاب جون راح مديله الثاني، عارف اللي هو ايه، شمطه كفين على سهوه. فخلص الشوط الاول بتقدم الهلال 2-0، في الشوط الثاني هنشوف اللي هيحصل، ويا رب استحمل واكمل الماتش. الشوط الثاني بدا يا جماعه والهلال مكمل على نفس الطريقه اللي خلص بها الشوط الاولاني، ضغط ومحالف بنيت يمين. لما خلص ربع النهائي من مباراه الذهاب في ملعبه، واسال يعني بيفرق معاه ملعبه ولا ملعب الاتحاد، فضغطين وحجازي يا عيني موت نفسه، حجازي فاشخ نفسه حرفيا عشان خاطر وسعود خش الزون. يعني سعود عبد الحميد ميسي قال لك انا خلاص يا باشا، الشوط الاولاني عمل لمحه كده ولا لمحتين، وجاي في الشوط الثاني بقى بياكد لنا ان هو مستواه بقى في حته ثانيه. فالهلال يسير بخطى ثابته نحو تسجيل الهدف الثالث ونحو تاكيد التاهل الى نص النهائي كاس اسيا من خلال مباراة الذهاب في ملعبه وسط جمهوره، عشان ما يبقاش في اي حد لسه عنده كلمة يقولها. فعلا شكلي مش هكمل الماتش، انا تعبت نفسيا يا جماعة، حسدتهم بما فيه الكفاية، مفيش حاجة محوقة معاهم. فكرة الاتحاد يسجل في الهلال دي محتاجة معجزة كروية غير طبيعية، عارف ليه بقى؟ لأن الاتحاد بيحاول يلعب على الهجمة المرتدة في عز ما الهلال بيدور على إنه يسجل التالت، الهجمة المرتدة بيطلع فيها اتنين لعيبة رومارينيو وحمد الله، وبيطلع لهم الواد كادش من ناحية اليمين تقريبا أو من ناحية الشمال، والتلاتة زي الخرا ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، يعني اللهم لا حسد، يعني التلاتة أبطأ من بعض، والهجمة مرتدة سريعة جدا، يعني عارف يعني تكاد تكون
اسرع من السلحفه بحاجه بسيطه، هجمات مرتده فشيخه بيعملها نادي الاتحاد، نظام وسرعه وقوه وشراسه، وربنا يسامحني على الكذب اللي بكذبه، مش هيسجلوا النهارده في سنتهم السود. الحكم بيشوف الفار عشان يتاكد من ان في كارت احمر لنجولو كانتي. كارت احمر طبعا هيتحسب كارت احمر، 2-0 وكارت احمر في الدقيقه 65، والمصايب لا تاتي فرادى. والاتحاد يعني كانتي اللي هو عارف الوحيد اللي كان ممكن يخلي الاتحاد فيه في هجمه مرتده شويه سرعه بتاعها يطرد. ما هو الهلال فريق يعني انا والله العظيم يا اخي سبحان الله، ايه ده يا عم ده؟ يا عم اخلص بقى وطردوا يا عم، ريحنا بقى ما تتعبناش معاه خلاص. عرق طرد خلاص، عرفنا خلاص، شفتها من اليوم مره، طردوا وريحنا عشان نقفل الماتش. اطردوا يا ها اهو ظرفه الكارت الاحمر. ها الظروف يا زميلي، طلع يا زميلي الاحمر يا زميلي، قال له الانذار بلاش، خد الاحمر يلا يا كانت اطلع بره عشان خاطر الاتحاد يشيل 5 في ماتش الذهاب والهلال يتاكد صعوده. سلام يا كانت، سلام. اوه يخرج كانت، يا الله على اللي بيحصل والسيناريو الغريب، والهلال اللي كل الدنيا وكل الحياه لازم تمشي في اتجاه انتصاره على الف مبروك بطولة الدوري ودوري ابطال اسيا وكاس ملك اسبانيا وكاس انجلترا والدوري الانجليزي للهلال، كل حاجه هياخدها الهلال، هياخد كاس العالم للمنتخبات. الدقيقه بقت 80 يا جماعه، ونادي الهلال على قد ما انا كمشجع كوره وراجل بحب الكوره مستمتع بالاداء اللي بيعمله نادي الهلال، على قد ما انا عشان خاطر كنت عايز الهلال يخسر، على قد ما انا مش مستحمل اللي بيعمله الهلال في الاتحاد والكعوب والشخلعه والحاجات اللي بتتعمل، والهلال في طريقه ان هو يخلص الماتش 2-0 ده، يعني لولا ميلينكوفيتش سافيتش قاعد يتدلع ويعمل كعوب وبتاع كان زمان النتيجه بقت 3 ولا 4. فيا جماعه انا صراحه يعني كفايه كده، مش قادر اكمل، لان هكمل هتجلط لو كملت عن كده، هتجلط بجد، مش عارف اوازن ما بين موضوع ان انا متكيف من الاداء والعظمه اللي بيعملها نادي الهلال وما بين ان انا عايزهم يخسروا، مش عارف اوازن ما بين الموضوع ده، لان فعلا الهلال بيقدم كوره فوق المستوى بتاع الدوريات العربيه اساسا، فالواحد مش عارف اعمل ايه. طب يا جماعه انا اتصرف ازاي؟ انا عايزهم يخسروا بس متكيف من اللي بيعملوه، فمش قادر استحمل اللي بيعملوه، فانا عايش في عالم موازي. فيا جماعه كفايه على كده، لان انا صراحه مش قادر، وحتى مش هكمل اللي هيحصل في الماتش خلاص على كده. يعني انا حتى الفاول دي مش هتكلم فيها، لان اكيد طبعا الاتحاد مش هيسجل، يعني الاتحاد لو وقف على دماغه مش هيسجل، لان الاتحاد يعني صراحه ابو ثلاثه، ابو ثلاثه، هو ده ابو ثلاثه اللي مش عمال ياخد ثلاثات من الدنيا كلها. خلص يا عم، خلص نشوفوها بالمره. يلا حبيبي، شوت يا حبيبي، ارفع يا حبيبي، واعمل ايه، اعمل اي خرا يا حبيبي، يلا يمكن تتحسب لك في الاحصائيات. ها يلا في البطيخ في البلاله، يلا ما علينا. ها ها ها، حجازي يا اهي، فرصة احصائية اتحط من ضمن التسديدات على المرمى، وقولوا والله وصلنا للجون وكنا هنتعادل وكنا هنسجل ونقلص الفارق، واحنا اصلا كنا ناقصين والزيادة العددية، يلاقوا حاجة يقولوها يعني. يلا الحمد لله على كل حال.